السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي. انا كنت بقول مش من حد يعني والله حصل لي. نعم. انا لو حد انا بعمل حاجه ديت والله لو حصل ايه، بس هو يعني ما بيقصدش بها القسم، لا يعني استبعاد للحاجه ان هو مش هيعملها خالص. كل مش هعمل الحاجه دي لو قطعتموني. لا شيء. طب لو في مرة منهم يعني هو شك، هو كان قصده قسم فعلا ولا اللي هو يعني من باب الاستبعاد؟ شك لا يلزم بكفارة. اه